إلى قصة أخرى. القصة غاية في الأهمية والخطورة. إذا كنت أنت واحد أو أنت واحدة من الناس اللي بيشتكوا من أن بياناتهم مسربة بشكل أو بآخر، وطول الوقت يجي لهم تليفونات من شركات سواء كانت للتسويق العقاري أو غيرها، أو حتى رسائل بشكل مبالغ فيه برضو من الإعلانات والتسويق العقاري، إذن أنت مستباح البيانات. طيب، عندنا قانون بالفعل للبيانات. طيب، إيه اللي حصل في هذا القانون من 2020 حتى الآن؟ سؤال منطقي سألته النهاردة، وكان في طلب إحاطة النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قدمت طلب إحاطة في البرلمان بخصوص الموضوع ده، تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، القانون اللي تفتكره صدر من 2020. النائبة قالت في طلب الإحاطة اللي وجهته لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تأخر صدور اللائحة بيعتبر مخالفة صريحة لأحكام القانون اللي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، ومفيش مبرر واضح ليه سواء حتى الآن قانونيا أو سياسيا، خاصة مع انتشار ظواهر وقضايا الابتزاز الإلكتروني مفيش خروج للائحة التنفيذية لهذا القانون. إيه السبب؟ هل يا ترى وصلها أي رد؟ الدكتورة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي معانا على التليفون. أهلا بحضرتك معانا سيادة النائبة. أهلا بك يا أستاذة كريم. سيادة النائبة، الموقف القانوني تحديدا لصدور اللائحة التنفيذية اللي حضرتك قلتي إن ده غير قانوني حتى الآن بعد ما صدر التشريع في 2020، إيه هو الموقف الأول حضرتك اشرحيه لنا؟ حضرتك، هو القانون 12 في الجريدة الرسمية في يوليو 2020، صحيح، والمفروض أنه هو كان يتم العمل به بعد 3 شهور من نشره، يعني في سبتمبر سوري في شهر 10 من يوليو، يبقى أكتوبر 2020. والمفروض المادة الرابعة من مواد إصدار القانون بتحتم ان هو المفروض يطلع اللائحه التنفيذيه في خلال 6 شهور العمل بهذا القانون اللي هو بيطلق عليه مرحله التشريعات الفرعيه اللي من ضمنها صدور اللائحه التنفيذيه خلال مده بحد اقصى 6 شهور بالظبط. فالمفروض ان كان يعني اقصى ميعاد تطلع فيه اللائحه التنفيذيه كان يبقى مارس 2021. احنا يعني معدين الميعاد اللي كان المفروض يطلع فيه اللائحه التنفيذيه بتقريبا سنه كامله. والحقيقه كل الناس بتشتكي، يعني كل الناس، يعني بمعنى كلمه كل الناس، يعني ما فيش حد ما بيشتكيش من الموضوع دوت. فانا الحقيقه مش عارفه ايه سبب التاخير، يعني لعله خير، يعني احنا عايزين نعرف ايه سبب التاخير، ومحتاجين ان الحكومه تتحرك شويه معانا وتطلع لائحه تنفيذيه علشان يبقى في اليات لتطبيق القانون، لانه هو القانون بيطلع لكن ما فيش اليات لتطبيقه غير بعد صدور اللائحه التنفيذيه. فبالتالي بيصبح القانون رغم انه ساري معطل التنفيذ نتيجه عدم وجود لائحه تنفيذيه المفترض المختص بها الجهه المختصه الوزاره المختصه عشان تحط التفاصيل الدقيقه اللي هي اعلم بيها من المجلس لما بيطلع القانون. طيب، بالظبط كده. من المفترض ان يوصل لحضرتك رد امتى، ولا حضرتك اللي هتتواصلي بشكل مباشر مع السيد وزير الاتصالات؟ بصي حضرتك، انا المفروض طلب الاحاطه بيتحول للجنه، انا اصلا عضو في لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجلس، فاللجنه المفروض انها تتواصل مع الوزاره، يجي لنا حد من الوزاره يتناقش معانا في طلب الاحاطه دوت ويقول لنا ايه سبب تاخر اللائحه التنفيذيه، والمفروض يبقى عندنا رد. طيب دكتورة مها، عايزة حضرتك تقولي لي في عجالة ايه الفايدة اللي هتعود على المواطن بمجرد دخول هذا القانون حيز التشريع حماية البيانات؟ هيبقى في حضرتك آلية لان الناس تشتكي لما تبقى بياناتها منتهكة ومستباحة، في عقوبات على فكرة كبيرة جدا على الناس اللي بتستخدم اي بيانات شخصيه بدون الاذن لها من الشخص اللي هو صاحب البيانات ديت. فلا يعني زي شركات التسويق العقاري مثلا اللي بتوصل للناس دايما بالتليفون، او الشركات المفروض انه مش المفروض ان حد يستخدم بياناتي من غير ما اكون انا موافقه، يكون في موافقه صريحه باستخدام هذه البيانات، وفي تفاصيل كتير قوي على المده اللي المفروض لما حضرتك بتسيب بياناتك في اي مكان، المده اللي البيانات دي المفروض تفضل موجوده في المكان دوت فيها،
يعني في حاجات كتير جدا، والقانون ده بمجرد صدوره او العمل بيه هيسهل كتير جدا من موضوع التجاره الالكترونيه اللي هي بقت مستقبل العالم دلوقتي، الناس هتقدر تتعامل معاها بشكل اكثر اريحيه. احنا بنشكر حضرتك جدا لاهتمامك بكل التفاصيل المتعلقه باستفاده المواطن من القوانين التي تصدر وتشرع من مجلس النواب. الدكتوره مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب الوطني المصري الوطني الديمقراطي الاجتماعي، افادتنا بكل هذه المعلومات بعد تقدمها بطلب الاحاطه.